طيب شباب صبايا، عمل كوريكشن هلا لأول سؤال بدورة 2018 العادية علوم الحياة الأس. حوار السؤال أنا وياه يكون هلا، مش السؤال كله بينحل، أو مش إنه كله بينحل، يعني مش كله ماخذينه، ححل الجزء اللي صرنا نحن ماخذينه حاليا. بس determination of the stiffness of a spring، هذا هو غاية السؤال، إنه نطلع الكي للسبرينج ار اللي موجود هون. In order to determine the stiffness K of a massless spring R، الماس لإله حنعتبره زيرو للسبرينج، عندنا track MNP found in a vertical plane, a massless spring of horizontal axis of stiffness having one end fixed to a support A, the other end is connected to an object S1. فإذا هون مثبت هو بالحيط والتاني مال معلق بقلبه object اسمه S1. الماس لإله 0.2 كيلوغرام. An object S2 considered as a particle، فإذا عندنا object تاني S2 مثل particle وزنها هي 0.3 كيلوغرام، placed at the origin O of the horizontal axis of unit vector I، محطوطة هون. Neglect all the force of friction، ما في friction، وهيدا اللاين هو ال gravitation level لل gravitational potential energy اللي بتساوي 0 على هيدا الخط. Collision between S1 and S2، فإذا بده يصير أولا حندرس الكوليجن بين الـ S1 والـ S2. At equilibrium S1 coincide with O، بالإكوليبريوم الـ S1 محطوطة على الـ O هون. S1 is shift from O to right by a certain distance and it's released from rest، فإذا حركناها على اليمين ضغطت الرسور الـ S1 لما حركتها بهذا الاتجاه. S1 reach O with a velocity V1، فإذا لما رجعناها لورا وفلتناها، لما فلتناها لما وصلت على الـ O كانت سرعتها equal to I، V1 equal to I. طيب ليه بـ 2I positive؟ لأنه لاحظوا إذا هي رجعت لورا وفلتها، فإذا عم تمشي بهالاتجاه، وصلت على الـ O سرعتها بالـ O كانت 2I. ليه 2I؟ لأنه هي عم تمشي هيك اتجاه الفيكتور هو مع الاكس، فعشان هيك positive. And enters into a head of a head on collision، فإذا عملت collision مع الـ S1، S2 اللي كانت initially at rest، فإذا الـ S2 كانت at rest، يعني سرعتها zero قبل الـ collision. Just after collision، بعد الـ collision مباشرة، S1 rebound with a velocity V1 prime equal minus 0.4i. الـ S1 خبطت بالـ S2، قامت صارت سرعتها من بعد الاصطدام، مع عمر اصطدمت الاس 1 بالاس 2 صارت سرعتها ماينس 0.4 اي. هيدا بدل بما انه هي ماينس، فاذا بدها ترجع بالعكس، فاذا الاس 1 اجت خبطت بالاس 2 اللي كانت ثابته ورجعت لورا لانه سبيد لها نيجاتيف، فاذا عم تمشي عكس الاكس اللي بوزيتيف لها لهن. موف تو ذا ليفت، ومن هي موف تو ذا ليفت؟ الاس 2 عم تتحرك للليفت بينما الاس 2 كف الطريقه لهون، وكانت سرعتها V1 برايم أو V2 برايم إيكوال V2 برايم I، هيدي سرعة الـ S2 بعد الكوليجن. السؤال هون applying the principle of conservation of linear momentum for the system show the V2 برايم إيكوال 1.6 فولت، فإذا بدنا نطبق الكونسرفيشن لللينير مومنتوم، هو قال لي طبق الكونسرفيشن. شو يعني؟ يعني P before إيكوال P after، before collision و after collision. طيب before collision من في M1 V1 اللي هي للبارتيكل S1 plus 0 للS2 لأنه الS2 كانت at rest. طيب بعد الكوليجن في عنا M1 V1 prime، صارت الS1 عنده سرعة V1 prime والS2 صارت عنده سرعة V2 prime، فإذا صارت P after و P before على هذا الشكل. كل شيء مفروض تعملوه تعوضوا كل شيء بقيمته، بس 0.2 times 2i equal 0.2 times minus 0.4i، طبعا كلهم مع i، وهون انا عندي unknown بس ال v2 prime، ضربناهم هون مع بعضهم طلبوا بيطلعوا 0.4، ونقلنا هودي لبعد ال equal، هو بس نضربهم ببعض بيطلعوا minus 0.8، نقلناهم لبعد ال equal بصيروا plus 0.8، نجمعهم مع هو بيطلعوا 0.48i equal 0.3 v2 prime، بقسم على 0.3 بالميلتين بتطلع v2 prime equal 1.6i. اوكي طيب هيدا بدل انه ال v2 prime equal 1.6، اذا ما بدي احكي عن فيكتور، بدي احكي عن فاليو بس من دون فيكتور بقيم اليونت فيكتور i. specify whether this collision is elastic or not، طيب بدو ايانا نشوف اذا هل هيدا الكوليجن elastic اما لا. طيب
لتكون إلاستيك شو لازم يكون؟ لازم يكون الكاينتيك انرجي بيفور ايكوال كاينتيك انرجي افتر. طيب الكاينتيك انرجي بيفور هي هاف ام 1 في 1 سكوير ايكوال هاف 0.2 تايمز 2 سكوير، هو معي هون الجيفن بيطلعوا ايكوال 0.4 جول. بيجي بدي اجيب الكاينتيك افتر افتر كوليجن. طب افتر كوليجن صار في عند البارتيكل اس 1 عنده سرعه في 1 برايم، فهي بيكون الكاينتيك انرجي لها. وهون البارتيكل 2 اس 2 منا اترست تكون 0 مثل هون، عنده سرعه في 2 برايم، كمان بحطها هاف ام 2 في 2 برايم سكوير، بعوض كل شيء بقيمته، كل شيء معيه ما في ولا انون، بيطلع الجواب كمان 0.4. طيب شو بنيجي بنستنتج هلا؟ انه كاينتيك انرجي بيفور ايكوال كاينتيك انرجي افتر 2 بتكون 0.4، فبنستنتج انه الكوليجن هو الاستيك لانه عنده نفس ال شو اسمه الفاليو للكاينتيك افتر وبيفور. كمان شباب صبايا لاحظوا انه هون كاتب كاينتيك انرجي كي اي، فينا نكتب كاينتيك انرجي نبلش كي اي، او فينا نكتب اي كبير وكي صغير تحتها، كله صح. الموشن اوف اس 2 افتر كوليجن، هلا بندرس الاس 2 بعد الكوليجن بعد الاصطدام. جاست افتر كوليجن اس 2 موف along the horizontal track bn with the speed v2 prime and the continuous its motion along the inclined plane mn. فإذا كف الطريقة بعد ما صدمت الاس 1 فيها للاس 2، الاس 2 تابع الطريقة طلوع. اس 2 leaves the inclined plane at m with a speed vm. The height of m above the reference level is hm equal 10 cm. Determine the speed vm of s2 at the point m. طيب عم بيقول لي ضلتها طالعة هون وصلت للبوينت m، وبالنقطة M كان ارتفاعها للبارتيكل عن الأرض للS2 10 سنتيمتر. طالب منكم بهالحالة تحسبوا الـ VM قديه بتساوي. شو بدنا نطبق هون؟ أي حالة؟ طيب، نحن منا عندي نقطتين ممكن أنا يكون في الرابط بيناتهم، هي النقطة O والنقطة M. لأنه بالنهاية بدي استند على معلومات سابقة لأقدر أطلع السرعة بالM. هو هون بمحل معين قال لي انه neglect all the forces of friction، ما في friction نهائيا، فاذا في اعتبر انه في عندي conservation للميكانيكال انرجي، يعني ميكانيكال انرجي بالO بتساوي ميكانيكال انرجي بالM. اوكي، هذا اللي كتبناه، ميكانيكال انرجي at O equal ميكانيكال انرجي at M. ليه؟ لانه الفورس اوف friction are neglected، ما في friction فبالتالي في conservation للميكانيكال انرجي. هذه مهم نذكرها، مهم نذكرها انه لا اعتبرته انه ميكانيكال انرجي نفسها ذاتها لانه بالنهايه ما في فريكشن. طيب خلونا نجزئ الميكانيكال انرجي بالاو، في عندنا كاينتيك انرجي بالاو زائد جرافيتيشنال بوتنشال انرجي بالاو، وعندي كمان بالام كاينتيك انرجي بالام والجرافيتيشنال بوتنشال انرجي بالام. بالاو الجرافيتيشنال زيرو لانه الاو هي موجوده على الهوريزونتال اللي ما عنده ارتفاع دجا، بيبقى عندي هون بس بحط محل الكاينتيك انرجي اللي هي هاف ام في سكوير، والفي من هو اللي هو في 2 برايم اللي دجا طلعناه ببارت 1 1.6 سكوير بلس هيدي زيرو. الكاينتيك انرجي بالام هلا هون قلبينهم، هن مبلشين بالبدايه بالميكانيك بالجرافيتيشنال انرجي، هي ام جي اتش، الام 0.3، الجي 10، والاتش هي 10 سنتيمتر يعني 0.1 متر، عوضنا كل شيء بقيمته. بقي عندي الكاينتيك انرجي بالام اللي هي بتساوي هاف ام في ام سكوير، والفي ام هو الانون اللي عم ندور عليه. ضربنا هودي مع بعض، هلا صار شغل مات، وضربنا هو طلع 0.3، وضربنا هودي طلع 0.1 0.15، نون لحال وانون لحال، اخذناه لبعد الايكوال، وصلنا بالميلتين على 0.15، ورجعنا حطينا راديكال، طلعت في ام ايكوال 0.748 متر بير سكند، سرعه الاس 2 بالام. بيبقى عندي هلا اخر بارت هون، نحن كنا determine the speed v2. بارت 3 شباب الاوسيليشن لا هو مش مطلوبين منكم، هو ان شاء الله بالدرس الثاني حنشرحه، فنحن فينا نحل حديد بارت 2 من هذا الدرس. يعطيكم ألف عافية جميعاً.